هل يعمق إضراب البنوك الجراحة الاقتصادية في الجزائر؟ أراضي الباقورة والغمر بالأردن، لمن السيطرة اليوم وما هو مصير مزارعي الأراضي المستعادة؟ وليفربول ومانشستر سيتي، لمن النصر اليوم في قمة البريمير ليج؟ اليوم مع باسل صبري وفدوى الجلال. صباح الخير مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اليوم. وصباح نور يا باسل. صباح الخير فدوى. طبعا لما طلعت السيارات الكهربائية لأول مرة كانت يعني درت ثورة علمية وتكنولوجية في العالم، ولكن الآن العالم مقبل على ثورة أخرى وهي الطائرات الكهربائية. وكالة ناسا عرضت نسخة أولية من أول طائراتها التجريبية الكهربائية بالكامل اللي هي X-57 ماكسويل في كاليفورنيا، ومن وقتها وهو حديث يعني المهتمين بالتكنولوجيا. أكيد طبعا، هي الطائرة مبدئيا فكرتها مقتبسة من نظيرتها الإيطالية تكنام بي 2006 تي. هي طائرة بمحركين بيتم تطويرها منذ عام 2015، ولكن الطائرة X-57 اللي اتكلمنا عنها بتعتمد على 14 محرك كهربائي، بتشغلها بطاريات ليثيوم آين، يعني زي البطاريات اللي في هواتفنا المحمولة، ولكن طبعا أكبر بكتير. وأعتقد نحن لسه على بعد عام على الأقل على أول رحلة تجريبية. طيب عام مش مدة كبيرة. مش مدة كبيرة أبدا خالص، يعني زي بكرة كده هنبقى بنركب طيارات بدل التاكسي. ورغم أن الشركات الخاصة تطور طائرات كهربائية منذ سنوات، إلا أن مشروع X-57 الذي تنفذه ناسا يهدف في الأساس لتصميم وعرض تكنولوجيا تتوافق مع معايير يمكن للشركات التجارية تطبيقها من أجل الحصول على الموافقات الحكومية. ويباس يعني أفتكر أن أهم نقطة هي أن خبراء ناسا يقولون أن الطائرة الكهربائية ستكون آمنة، لأن واجد ناس قاعدين يفكروا في موضوع الأمان، وأيضا أن هي هتكون أقل ضوضاء من الطائرات العادية، وبالطبع موفرة أيضا للطاقة. هي طبعا في ناس لما بتشوف اسم ناسا على أي مشروع بالتالي تطمن نوعا ما، يعني الناس طلعوا الفضاء فبالتالي الطائرة مش هتبقى أزمة بالنسبة لهم. ولكن خليني أقولك أنه هو بقى أمر واقع فعلا، لأنه في دبي هنا تم الموقع فعلا على التاكسي الطائر، بالحديث عن التاكسي من شوية. ففعلا احنا خلاص يعني على أعتاب مرحلة جديدة من النقل والمواصلات، بدايتها هتكون من هنا من دبي، ويمكن تنتشر لباقي العالم العربي في الفترة القادمة. نحن أكيد في الانتظار. نبدأ مشاهدينا حلقتنا من الجزائر التي تشهد هذه الفترة إضرابات وحركات احتجاجية في قطاعات حيوية، من بينها قطاعات لم يسبق لها المشاركة في أي تصعيد اجتماعي خلال السنوات الماضية، ومنها البنوك العمومية وأيضا قطاع التأمينات. نقابة البنوك العمومية أعلنت عن إضراب عام اليوم تمديدا بما وصفته بأسلوب التعامل معها، ولعدم تجاوب الحكومة مع مطالب العاملين في هذا القطاع. ورغم تأكيد نقابة البنوك استعدادها للتفاوض مرة أخرى مع الحكومة، إلا أنها وبالتزامن فتحت الباب لمزيد من التصعيد. طبعا وردتنا أنباء عن أنه تم تعليق هذا الإضراب الذي كان من المقرر أن يتم اليوم، ولكن بشكل عام هناك من ينظر ببعض الريبة لتوقيت هذه الإضرابات التي تأتي قبل شهر واحد فقط من الانتخابات الرئاسية، خصوصا من يرون أن الخطر هنا لا يتهدد هذا القطاع الحيوي فحسب، بل الاقتصاد الجزائري ككل. مع العد التنازلي نحو الانتخابات الرئاسية في 12 من ديسمبر القادم، يتصاعد منحنى الاحتجاجات المهنية والاجتماعية بشكل متسارع في الجزائر، حالة غليان غير مسبوقة في قطاعات تمثل شريان الحياة العامة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. دائرة الاحتجاج توسعت بإعلان نقابة البنوك العمومية الدخول في إضراب وطني اليوم الأحد، احتجاجا على عدم الاستجابة لبعض المطالب الاجتماعية والمهنية. البنوك العمومية التي وقعت نقاباتها بيانات الإضراب 5، وهي الأكبر في القطاع المصرفي بالبلاد، ويمكن أن يترتب عن الإضراب شلل في قطاعات أخرى خصوصا في مجالي الاستثمار والخدمات. تسيطر البنوك العمومية على أغلب المعاملات المالية في الجزائر، خاصة بالنسبة للقطاعات العمومية، في حين تعود نسبة ضئيلة من النشاطات البنكية لبعض المؤسسات المصرفية الأجنبية.
لطالما مثل الضغط بورقة الاقتصاد علامة فارقة في عدة دول شهدت ثورات ضد حكوماتها، كما حدث في تونس والسودان، الأمر الذي أدى إلى إرباك العديد من الخدمات وتوقف بعضها. دول عانت من مشاكل اقتصادية وارتفاع غير مسبوق في حجم الاقتراض الخارجي، إلى جانب مشاكل اجتماعية ومطالب عمالية لا تهدأ، واحتجاجات واعتصامات وأزمات اقتصادية حادة، ولا مؤشرات على انتهائها قريباً. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الجزائر وعبر سكايب الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور عمر هارون. صباح الخير دكتور عمر. يعني ما مدى صحة تعليق هذا الإضراب اليوم، وما هي أيضا الأسباب للتهديد بالإضراب في هذه الفترة تحديدا؟ صباح الخير على مشاهدين الحرة، وصباح الخير عليكم انتم في البلاطو، وصباح الخير على كل من يتابعنا. طبعا كما تفضلتم فإن الإضراب الذي قام به الاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات التابعة للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين تم تثبيته أو تم تجميده بعد ما تم هنالك توقيع محاضر من أجل الإيفاء بمجموعة من المطالب الاجتماعية خاصة ما تعلق برفع النقطة الاستدلالية الخاصة بعمال البنوك ورفع المنح، بعض المنح يعني منح المسؤولية، منح المردودية. طبعا مطالب عمال البنوك يعني لديها كان عندها وقت طويل جدا هما يبحثون عن بعض المطالب الاجتماعية. اليوم يعني المضيع والأرض أصبحت خصبة، خاصة ونحن نعيش في مرحلة انتقالية بالنسبة إلى الجزائر، الكل يعلم ماذا يحدث. طبعا نحن على بعد شهر من الانتخابات الرئاسية، طبعا كل قطاع وكل هيئة وكل يريد أن ترفع من مطالبها الاجتماعية من أجل أنها تحسن من وضعيتها الاجتماعية، ورغم أن هذا أمر مسموح خاصة أنه إحنا كجزائريين يعني لدينا مدة طويلة والمطالب الاجتماعية موجودة على طاولة النقاش. طيب يعني هل يعني هذا الكلام أن الحكومة بدأت تخضع بالفعل للمطالب الفئوية أو مطالب القطاعات المختلفة؟ لا، ما نتكلموش على خضوع، بل نتكلموا على قضية أن الحكومة الحالية هي حكومة مرحلية، لأنه كما تفضلت منذ قليل فالتاريخ الانتخابات الرئاسية سيكون بعد شهر من اليوم، يعني 12 2019 أو 12 ديسمبر 2019. فهذا يعني أنه الإضرابات الموجودة الآن أو التهديدات بالإضرابات الموجودة الآن هي محاولة للتواجد في الساحة السياسية أو التواجد في الساحة النقابية، إن باش نكونوا أكثر دقة، لأن في التقرير اللي عرفته منذ قليل كان تقرير يقارن بين النقابات في الجزائر والسودان والنقابات في الجزائر وفي تونس، وظن أن هناك اختلاف كبير بين النقابتين وبين الدول هذه والجزائر، يعني النقابات كثير من الدول كانت تمارس السياسة بشكل مباشر خاصة في تونس أو في السودان. أما في الجزائر فأغلب إن لم أقل كل يعني النقابات ولا الإضرابات الموجودة الآن هي إضرابات ذات طابع يعني اجتماعي، مطالبها اجتماعية. ولو تعود إلى يعني إلى البيانات اللي صادرة، فكل البيانات اللي صدرت هي كلامها يتمحور حول الجانب الاجتماعي. ولكن دكتور عمر، يعني لعل هناك شيء متقارب بين هذه النماذج من النقابات في الجزائر وأيضا في تونس والسودان، هو أن الحكومة أو الحكومات والسلطات عندما ترى هذه المطالب الفئوية تبدأ تحذر من انهيار الاقتصاد. هل فعلا هناك مخاوف من انهيار الاقتصاد، أم هي مثل الفزاعة التي يراد بها إخماد هذه المطالب؟ والله كلمة إخماد أو عفوا انهيار الاقتصاد كلمة كبيرة جدا، احنا كاقتصادي نخشى من استعمالها لأنها كلمة كبيرة جدا. يعني باش نعطيك ولا تمثيل مقرب، انهيار يقارب انهيار مبنى. الآن ممكن نتكلم في أي اقتصاد على تصدعات، احنا اقتصاديات نفطية كيفنا كيف أي دولة في العالم عندها اقتصاد نفطي، وكما يعرف الجميع فإن الاقتصاديات النفطية لحد الساعة ولا لحد اليوم عندها مشاكل، خاصة بعد تراجع أسعار النفط وأسعار المحروقات في العالم، وهذا معروف منذ 2014. فالحديث على هذا الجانب والحديث على هذه الأمور بصفة عامة راح يخلينا نتكلم عن أن الاقتصاد الجزائري، الاقتصاد اللي رانا نتعاملوا معه الآن، هو اقتصاد يتعامل وفق ميكانيزمات ولا وفق توازنات كلية أساسها البترول أو المداخل البترولية. كلما تراجعت المداخل البترولية راح يكون هناك بعض الصعوبات، لكن هذه الصعوبات لن تؤدي إلى انهيار أو تؤدي إلى فشل، تؤدي إلى صعوبات اقتصادية داخل الاقتصاد، هذا طبعا أمر معقول ومطلوب جدا.
ويمكن تفاديه والابتعاد عنه من خلال خطط اقتصادية ذات مدى قصير متوسط بعيد. وهنا سؤال مهم، يعني الموافقة على المطالب لا يعني بالضرورة تنفيذها. ما مدى قدرة الاقتصاد الجزائري اليوم على تلبية كل هذه المطالب فعلا وتنفيذ هذه الوعود؟ والله أنت أدرى والزميل الموجود هنا في بلاطو أدرى والمشاهدين كمان أدرى أنه لما نكون على بعد شهر من الانتخابات الرئاسية، فالمفروض أنه من يقدم مقترحات ومن يقدم يعني أفكار ومن يقدم هم المرشحين للرئاسيات القادمة. وهذا يعني أنه الآن على المرشحين في الرئاسيات القادمة أنهم يكونوا عندهم نظرة واسعة إلى ما هو موجود في الساحة الاجتماعية والمطالب الاجتماعية الموجودة في الاقتصاد الوطني. لهذا فنظن أنه الحكومة الحالية ممكن أنها تقدم مجموعة من إجراءات تهدئة، وكانت قامت بالشيء هذا. مثلاً كانت في الدخول الاجتماعي الماضي كانت رفعت من منحة التمدرس، كانت رفعت من منحة التي تقدم للموظفين في الأجرة نتاعهم حول أولادهم يكونوا متمدرسين، كانت قدمت مجموعة من تسهيلات الأطباء في الجنوب، كانت قدمت يعني مجموعة من الإجراءات، لكن في حدود ولا في سقف معين بحكم أنه كما تكلمنا سابقا الحكومة هذه مرهونة بالشهر. طيب دكتور عمر، يعني فيما يتعلق بالملف الاقتصادي بشكل عام، هل برأيك ستنجح الحكومة الجديدة فيما فشلت فيه سابقاتها؟ والله نظن أنه من السابق الأول أن نتكلم عن النجاح وعن الفشل. نحن نتكلم الآن على رصد أهم المشاكل الموجودة في الاقتصاد الجزائري وأهم الورشات التي يجب أن نتكلم فيها أو أهم الورشات التي يجب أن تكون في الاقتصاد الجزائري. ويجب أن خاصة من أهم الورشات هو الموضوع اللي نتكلم عليه اليوم، اللي هو موضوع البنوك والمؤسسات التأمين. لأنه في الجزائر لا يعرف البعض ربما أنه أكثر من 95% من السوق يعني البنكي في الجزائر تسيطر عليه بنوك عمومية، بنوك تابعة للدولة. يعني وهذا يعني أمر يختلف مقارنة ببعض الاقتصاديات العالم. شكرا. وهذا يعني أنه أغلب البنوك الآن تريد رفع أجورها، ولا عمال البنوك يريدون رفع أجورهم لأنهم تابعين للقطاع العمومي. من الجزائر وعبر سكايب الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور عمر هارون، شكرا جزيلا لك. ونبقى في نفس الملف، فكشفت آخر الأرقام الرسمية عن تبخر جزء كبير من احتياطي النقد الأجنبي بالجزائر، وهو ما يجعل الجزائر بحسب خبراء تواجه يعني بداية العام الجديد بتحديات اقتصادية، وهو ما قد يزيد من وطأة الأزمة المالية الخانقة للمنظومة الاقتصادية والتوازنات العامة للبلاد لتجر معها كل الأنشطة الاقتصادية وعمل المؤسسات في القطاعين العام والخاص دون استثناء. مع استمرار المتاعب التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري وتأثره الواضح بالحراك الشعبي المتواصل منذ 9 أشهر، توقع وزير المالية الجزائري محمد لوكال تراجع احتياطات النقد الأجنبي لتصل إلى 51 مليار دولار بنهاية سنة 2020، وهو ما جعل خبراء يقولون إن الجزائر في الأشهر المقبلة ستجد صعوبات على صعيد التوازنات المالية الكلية. الجزائر لديها عجز بين مداخيلها ونفقاتها مع تقليل هذه النفقات وتدنية هذه النفقات، إلا أنه العجز موجود بحوالي 18 مليار دولار سنويا، وهذا العجز هو يؤخذ من احتياطي الصرف. وعلى خلاف التوقعات المتفائلة للحكومة من خلال قانون المالية الجديد الذي وضع على طاولة البرلمان للمناقشة، فإن الجزائر ستواجه حسب مراقبين أزمة مالية ستترجم في شكل عجز عن تغطية النفقات العمومية. إذا نكملوا بهذه الوتيرة فنظن بأن من سنة أو سنتين ما يبقاش احتياطي الصرف. هذا رجع لعدم تمكن الحكومة في السيطرة على العجز في الميزانيات. بالتالي فمنذ سنوات احنا نتكلموا على العجز، حتى القانون المالية ولا يجي من أجل تسيير العجز، يعني هناك عجز مرتقب ويجي بشيء، هذا غير مقبول. وأكبر عقبة تواجه حكومة تصريف الأعمال هي خططها لتسديد المستحقات المترتبة على الخزينة العمومية في شكل ديون للمؤسسات وأجور للموظفين في القطاع العمومي. تراوح الأزمة الاقتصادية في الجزائر مكانها بين رهانات على الرئيس القادم وبين وضعية مالية تجعل الجزائر في مواجهة أزمة حقيقية في تأمين وتغطية الواردات المتزايدة في الأشهر المقبلة بحسب خبراء. ريما قداش، الحرة، الجزائر.
وبعد الفاصل حكاية الصراع على أراضي الباقورة والغمر في الأردن ومصير قاتمي هذه الأراضي. وفي تطور للأحداث يسترد الأردن اليوم السيادة على أراضي الباقورة والغمر التي كان لإسرائيل حق الانتفاع فيهما لمدة 25 عاما بموجب ملحق معاهدة وادي عربة للسلام بين البلدين الموقع عام 94. استرداد الأراضي يأتي بعد أن أخطر العاهل الأردني العام الماضي إسرائيل بقرار بلاده وقف العمل بملحق التأجير والتأكيد مؤخرا على إغلاق المنطقة أمام الإسرائيليين اعتبارا من صباح اليوم. ويبدو أن العلاقة بين الأردن وإسرائيل ليست بأفضل حال على الرغم من إفراج مصلحة السجون الإسرائيلية عن المعتقلين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي نهاية الأسبوع الماضي بعد أن انتشرت شائعات حول مقايضة الإفراج بتجديد عقد استرجاع هذه الأراضي. هي سحابة صيف قد تتلاشى بسرعة، هكذا وصف كثيرون العلاقة الأردنية الإسرائيلية بعد سلسلة منعطفات حادة بين الطرفين. العلاقات كلما خرجت من أزمة تدخل في أزمة أعمق منها وتلقي بظلال الشك والريبة على مستقبل البلدين بالتزامن مع مرور 25 عاما على توقيع اتفاقية السلام بين الطرفين التي يشار إليها باتفاقية وادي عربة. سلسلة من الخلافات بين عمان وتل أبيب حول قضايا عدة أبرزها مقتل قاض أردني في مارس 2014 على يد الجيش الإسرائيلي عند معبر جسر الملك حسين على الحدود بين الضفة الغربية والأردن، اعتراض عمان في عام 2015 على فكرة إنشاء مطار رامون في مدينة إيلات المتاخمة لمدينة العقبة، مقتل مواطنين أردنيين على يد حارس أمن إسرائيلي عام 2017 في محيط مبنى السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمان، قرار الأردن في عام 2018 استعادة أراضي الباقورة والغمر وهي أراضي بقيت في تصرف إسرائيل مدة 25 عاما، إيقاف أردنيين من قبل عناصر الشرطة الحدودية الإسرائيلية بعد عبورهما جسر الملك حسين في شهر آب الماضي قبل أن تفرج عنهما نهاية الأسبوع الماضي. منذ توقيع اتفاقية وادي عربة شهدت العلاقات الأردنية الإسرائيلية حالة شد وجذب وصلت مرارا حد التوتر والتهديد بإلغاء اتفاقية السلام. من الإسرائيليين من لا يرى في إعلان الأردن استعادة الباقورة والغمر مفاجأة كبيرة ولا يعده خطوة ذات أهمية استراتيجية بعيدة المدى على اعتبار أن الحديث يدور عن أراض مملوكة للأردن. وبالحديث عن منطقة الباقورة بالتحديد، بعد اليوم لن يعود بإمكان المزارعين الإسرائيليين الدخول إلى أراضي الباقورة الواقعة شمالية غور الأردن. ويعقد الإسرائيليون آمالا على أن يتم إعادة النظر في القرار الأردني والتوصل لصيغة لعودتهم إلى هذه الأراضي، لا سيما وأن هناك مصالح مشتركة للبلدين قد تفسح المجال لذلك. نهرايم أو الباقورة تحولت إلى معلم سياحي حيث اغتنم آلاف السياح الإسرائيليين الفرصة لزيارته، خاصة بعد قرار الأردن عدم تمديد إيجار المنطقة لإسرائيل والذي انتهى بعد 25 عاما منذ توقيع اتفاقية السلام بين البلدين. أنا حزينة وقد جئت لتوديع المكان لأنني أردت أن أكون هنا مرة أخرى قبل إعادته إلى الأردن. روحالي مرشدة أخذتنا في جولة في هذا الموقع الذي يربط بين نهري الأردن واليرموك واستخدمه الإسرائيليون من أجل الزراعة، وهي تأسف على قرار عدم التمديد. أشعر بحزن عميق لأن السلام الذي عقدنا عليه آمالا ينتقص رمزا هاما اليوم، لأنه لا يمكننا الدخول والالتقاء بالأردنيين ويصبح الأمر سلاما على الورق فقط.
هذه الأراضي تعود ملكيتها إلى يهودي يدعى بنحاس روتنبرغ الذي منح امتياز حق استغلال مياه النهرين من أجل توليد الطاقة الكهربائية لخدمة المدن الأردنية والفلسطينية أنذاك ضمن مشروع ما يسمى روتنبرغ. جاء روتنبرغ إلى هنا لإقامة محطة توليد الكهرباء بواسطة المياه والتي يمكنها مد المناطق الشمالية بالكهرباء، وهو اشترى هذه الأراضي في فترة الملك عبدالله الجد، والذي يشهد له بأنه أدرك الأهمية البالغة في التعاون بين العرب وبين اليهود، لأنه أدرك أن ذلك سيعود بالنفع على الجميع. وبحسب اتفاقية السلام التي تم إبرامها عام 1994 سمح للمزارعين الإسرائيليين بالاستمرار في استخدام الأراضي ولكن تحت السيادة الأردنية، حيث اجتازوا يوميا هذه البوابة التي يحرسها رجال أمن أردنيين وعملوا تحت إشرافهم وحمايتهم. نهرايم كما يسميها الإسرائيليون، الباقورة كما يسميها الأردنيون، موقع جسد اتفاقية السلام بين الطرفين، ولكن بعد استعادته يرى البعض بأنه مؤشر على تراجع العلاقات بين الطرفين، وهو ما يثير حزن الكثيرين ممن قابلناهم هنا. يحيى قاسم، الحرة، نهرايم، الباقورة. ومعنا الآن من عمان مدير مركز القدس للدراسات السياسية دكتور عراي برنتاوي، ومن القدس الباحث السياسي السيد إيلي نيسان، أهلا بكم معنا. أبدأ معك أستاذ عريب أو دكتور عريب، يعني قبل أن نفصل في ملف الباقورة والغمر بالتفصيل بالتأكيد، يعني كيف ترى مسار العلاقة بين البلدين خصوصا بعد إفراج إسرائيل عن المعتقلين الأردنيين، وما هو مصير أيضا باقي المعتقلين الأردنيين في السجون الإسرائيلية اليوم؟ يعني هناك قناعة لدى صناع القرار في الدولة الأردنية والرأي العام الأردني على حد سواء أن إسرائيل التي أبرم الأردن معاهدة سلام معها قبل ربع قرن لم تعد هي ذاتها الآن. جرت خلال السنوات 25 الفائتة تغيرات بنيوية جوهرية سياسيا واجتماعيا، تمثلت في صعود اليمين الإسرائيلي واليمين المتطرف دينيا وقوميا، وتلاشي معسكر اليسار الإسرائيلي الذي كان الأكثر حماسة للعلاقة بين إسرائيل والأردن، وانظر الآن إلى يعني الحجم الضئيل الذي يحتله حزب العمل وحركة بيرت في الخريطة السياسية والحزبية الإسرائيلية. هناك فجوة عميقة بين الجانبين في المواقف السياسية. في ظني أن الحوادث التي جرى ذكرها في تقريركم ليست سوى رأس الجليد الظاهر، أما الخلافات الجوهرية فتتعلق برؤية عملية السلام ككل. الأردن يعتبر أن إسرائيل هي المسؤولة عن تهديم أي فرصة لتنفيذ حل الدولتين ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. الأردن لا يعترف بضم القدس إلى السيادة الإسرائيلية. الأردن يشكو من الانتهاكات المتكررة لمسؤولين ومستوطنين ومتدينين للمقدسات الإسلامية وفي المقدمة منها المسجد الأقصى. الأردن بات يدرك أن القيادة الإسرائيلية منذ عدة سنوات لم تعد تقيم وزن للحساسيات والمصالح الأردنية. العلاقات على المستوى السياسي لا كيمياء أبداً بين القيادة الإسرائيلية والقيادة الأردنية، ربما وحدها القناة الأمنية والاستخبارية من لا يزال يعمل، أما بقية القنوات فهي بالحقيقة. نفهم من كلامك دكتور عريب أن يعني التوتر بين البلدين وصل إلى مستويات مرتفعة، وأنتقل بذلك إلى الأستاذ إيلي، يعني كيف برأيك بعد كل ما ذكره دكتور عريب ستدار أراضي الباقورة والغمر، وما هو مصير مزارعي هذه الأراضي وأيضا الاستثمارات في هذه المنطقة؟ أنا متأسف لما سمعته من الدكتور عرايب، لأن مع كل الاحترام أنه متخصص بشؤون الإسرائيلية، لا علاقة بما يحدث في إسرائيل بين اليمين واليسار والسلام مع إسرائيل. مع الأسف إسرائيل تحترم الاتفاق مع الأردن، وهناك علاقات استراتيجية مميزة بين إسرائيل وبين الأردن،
ولكن الأردن ماذا يقوم في السنوات الأخيرة؟ البرلمان نراه أنه معادي لدولة إسرائيل، نرى أن هناك الشارع الأردني معادي لدولة إسرائيل رغم كل ما تقدم لها إسرائيل للأردن من تزويد الأردن بمئة مليون متر مكعب من الماء، وتساعد الأردن على سبيل المثال بالغاز، والمجال الجوي الإسرائيلي مفتوح للأردن، وإسرائيل تسمح للأردن بإدارة الأوقاف، وكلما حركة حماس تحاول تأجيج الأمور في 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 حرم القدس الشريف، مع الأسف الأهل الأردني وجه إصبع الاتهام إلى إسرائيل، مع العلم أن هناك كما قلت إسرائيل تحترم معاهدة السلام، ولكن هناك مد وجزر في السنوات الأخيرة. مع الأسف الأهل الأردني يرضخ للإخوان المسلمين في الأردن. طيب دعنا نعود مرة أخرى إلى الموضوع، يعني الباقورة والغمر، اسمع، يرضخ ما يحدث في البرلمان الأردني، ولذلك مع الأسف رغم كل ما تقدم له إسرائيل نحن نرى تدني في العلاقات بين إسرائيل وبين الأردن. مع كل الاحترام، قضية الباقورة هي أثارت خيبة أمر في إسرائيل للتعامل الملك الأهل الأردني عبد الله. اليوم لو كان مع الأسف حسين على قيد الحياة لم نرى مثل هذه التعامل مع إسرائيل. فعلا أنا قلت أن هذه الأمور أثارت خيبة أمل، ولكن هذه بمثابة ليست مأساة. مع كل الاحترام، أنا سمعت أن الأردن يحتفل يوم غد بحفلات كبيرة لإعادة النهرين باقورة والغامر للسيادة الأردنية. بماذا أحرزت الأردن، أي إنجاز أحرزت الأردن بإعادة المنطقتين إلى الأردن؟ هل الأردن حاز على فائزة جائزة نوبل؟ طيب إذن هذا هو سؤال لك دكتور عريب. الاقتصادية، نعم، دعني أعود إلى دكتور عريب. الاقتصادية في الأردن، اسمع أنا أقول لك، ماذا يهم الأردن إذا الإدارة الأمريكية نقلت السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى أورشليم القدس؟ طيب، إلى الشطر الغربي. طيب اسمح لي أستاذ إلي، لماذا الأردن أن أعود حتى نضمن التوازن بين الجانبين بين الرأيين؟ دعني أعود مرة أخرى إلى دكتور عريب. يعني دكتور عريب، إذن سؤال الأستاذ إلي، ما هو الإنجاز؟ هو يرى أن ليس هناك إنجاز في عودة الباقورة والغمر للأردن، ولا داعي للاحتفال. يعني هو أولا في تصوير ديماغوجي لطبيعة العلاقة بين الأردن وإسرائيل. بدت إسرائيل وكأنها جمعية خيرية مانحة للأردن، مكرمات، والأردن إسرائيل تقدم وإسرائيل تمنح، تمنحنا المياه وتمنحنا الغاز وتمنح كل هذا. تضليل، هذا تضليل ما بعده تضليل، وهذه قراءة متغطرسة واستعلائية لطبيعة العلاقات اللي أملتها المعاهدة واللي قررتها المعاهدة، وهذا هو سبب جزء من أسباب تردي العلاقة. هذه العقلية هي جزء من أسباب تردي العلاقة الإسرائيلية، هذا أولا. ثانيا يا سيدي، العقد شريعة المتعاقدين، المعاهدة نصت في الملاحق الخاصة بالغمر والباقورة على عقد انتفاع لمدة 25 عام انتهت. الأردن لا يرغب بالتجديد. صحيح. لماذا خيبة الأمل؟ لماذا كل هذه الدراما التي تثيرها إسرائيل في هذا المجال؟ نعم. العقد، اسمح لي أرجوك، اسمح لي بدي أكمل كلامي. تفضل. لماذا كل هذا؟ ما هو العلاقة بين ما يحدث الباقورة والغامر والتحريض في وسائل الإعلام الأردنية ضد إسرائيل؟ ماذا هو العلاقات عندما نرى أن زايد أنه رايد بن زايد زايد بن رايد يقوم بتحريض إسرائيل؟ نستمع لرد الدكتور عريب وسنعود إليك ونعطيك أكيد حق الرد. على أي حال تعتقد إسرائيل؟ خلينا نرجع نحكي بلغة عاقلة، مش بلغة ديماغوجية أو جاء، بلغة عاقلة. الأردن لا يفصل بين المساري السلام الفلسطيني والأردني، هذا كلام واضح. السلام الأردني الإسرائيلي سوف يتأثر وسوف يتضرر وقد يصبح شيئا آخرا إذا استمرت إسرائيل بسياساتها المتبعة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وكذلك الحال بالنسبة للسلام المصري الإسرائيلي. إسرائيل تعتمد نظرية فصل المسارات،
تعتقد نتنياهو أن بمقدوره أن يفعل ما يشاء. ولكن دكتور عريب، كيف ترد على اتهام الأستاذ إيلي بأن الإخوان المسلمين في الأردن هم من يسيطرون على البرلمان؟ هذا إن لم يكن جهلا في حقيقة الوضع الأردني فهذا في باب الديماغوجيا، هذا مش صحيح. الإخوان المسلمين في الأردن ليسوا قوة جارية، هم قوة محدودة في الأردن، ولدى النظام والإخوان الكثير من الخلاف، والجماعة أصبحت جماعة محظورة في الأردن. طيب أستاذ إيلي، هل السياسي مرقب؟ نعم. هل ترى أنه من الممكن أن تتأثر باقي الاتفاقات الاقتصادية بين البلدين؟ لا يستطيع أن يتخيل أن هناك إرادة أردنية. طيب دكتور عريب، دعنا نستمع للأستاذ إيلي. لا يتخيل ذلك. يعلم العراق يريد أن يبحث عن أعذار، يريد أن يبحث عن أعذار في هذا. دكتور عريب لو سمحت لي، اهدى. من يدير الأمور في الأردن مع الأسف، مع كالأسف، هي النقابات المهنية. إذا كانت النقابات الطبية أو المحامين أو غيرهم، ومع الأسف الملك العاهل الأردني يرضخ لهذه المطالب. أنا أسأل السيد عريب، اسمعني عريب، لماذا التحريض في وسائل الإعلام الأردنية ضد إسرائيل؟ لماذا زائد رايد بن طيب. شاكر؟ طيب أستاذ إيلي، بالتحديد هل ستتأثر الملفات الاقتصادية للشعب الفلسطيني؟ اسمع، للانتهاكات التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، للتجاوزات المتكررة، لو سمحت دكتور عريب، لو سمحت، كل الاحترام، هذا ليس تحريض، هذا توصيف لأفعال نكراء. يعني نحن نريد أن نستمع إلى إجابة ما في النهاية، يعني لا يمكن لنا الاستماع إلى صوتين في نفس الوقت. أستاذ إيلي، هل ستتأثر الاتفاقات الاقتصادية بهذا التوتر بين الجانبين؟ اسمع، الاقتصاد، هناك علاقات اقتصادية وأمنية واستراتيجية بين إسرائيل وبين الأردن، وعلاقات مميزة في عدة مجالات. مع الأسف سوى العلاقات الاستراتيجية والأمنية والعلاقات الاقتصادية، لا نرى تعاون بين إسرائيل وبين الأردن، لأن هناك نقابات مهنية التي تعارض التعاون. نحن نسمع يوميا، أسبوعيا في الأردن، في البرلمان الأردني، مطالبة بقطع علاقات مع إسرائيل، وبطرد السفير الإسرائيلي من الأردن، وإعادة السفير الأردني من إسرائيل. لذلك أنا لا أرى ماذا يرغب الأردن، ماذا يرغب البرلمان الأردني. عندما سمعنا على سبيل المثال إسرائيل تزود الأردن بالغاز، ونسمع عضو برلمان أردني الذي يقول يترتب تفجير تبيع الغاز للأردن، لا تزود تبيع الغاز للأردن، هذا الأمر يدور بمصالح الأمنية، هذا الأمر يدور بمصالح طيب الأمنية. لإنهاء هذا الجدل، لأن وقت الحلقة لا يسمح بهذا. دكتور عريب، أخيرا، ماذا عن مطالب الشارع الأردني؟ يعني في أقل من دقيقة، هل هناك فعلا ضغوطات من الشارع للتحرك؟ صحيح. أو يا سيدتي، الشارع الأردني غاضب من السياسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وعلى الجميع أن يدرك أنه لن يكون هناك في المدى المتوسط والبعيد أي سلام أردني إسرائيلي إن لم يتمتع الفلسطينيون بحقوقهم الوطنية المشروعة. هذا موقف الدولة والشعب. وضيفكم من كان في عهد الملك حسين، وضحت الفكرة، حسين لم يعترف بحقوقهم. شكرا جزيلا لكما. كان معنا مدير مركز القدس للدراسات السياسية الدكتور عريب رنتاوي، ومن القدس الباحث السياسي إيلي نيسان. شكرا جزيلا لكما. وبعد الفاصل مشاهدينا، الجماهير على موعد مع مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة من نوع خاص الليلة. أهلا
أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونفتح الآن ملفنا الرياضي. باسل، قل لي، عارف أمتى آخر مرة فاز فيها ليفربول بالدوري الإنجليزي؟ بصي، بشكل عام المتابع للفريق حاليا اللي هو بطل أوروبا وبيمتلك نخبة من النجوم، ممكن أن هو يتهيأ له أن الريدز حققوا لقب البريمير ليج من فترة مش بعيدة، ولكن الحقيقة الصادمة هي أن ليفربول لم يحقق لقب الدوري الإنجليزي من عام 1990، أي تقريبا 30 سنة. تخيلي، تخيل 30 سنة ونحن نحسبه أن ليفربول خلاص هو البطل. صحيح، ولكن اليوم ليفربول أمام فرصة ذهبية لتحقيق الحلم والفوز بالدوري، وعشاق كرة القدم ينتظرون مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في المرحلة 12 من الدوري الإنجليزي في قمة يمكن وضعها تحت عنوان ذهاب نهائي البريمير ليج. المؤشرات الأولى ونتائج الأحد عشر مباراة الماضية تشير إلى أن الريدز هو الأقرب لتحقيق اللقب، لأنه هو المتصدر الحالي للمسابقة بفارق 6 نقاط كاملة عن وصيفه وغريمه مان سيتي، وهو فارق طبعا كبير في مفهوم المسابقة الإنجليزية. كل شيء وردي بالنسبة لليفربول حتى اللحظة، حتى مع تعثره لأول مرة أمام مانشستر يونايتد فقد ارتد سريعا عن هذا التراجع وعاد لطريق الانتصارات بسرعة أمام توتنهام وأستون فيلا. لا يخفى على أحد أن الريدز يركز كل جهده على تحقيق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه بالمسمى الجديد، لكن هل معنى ذلك أن الريدز بات لديه كل ما يلزم لتحقيق اللقب؟ في الحقيقة هناك أسباب قد تؤرق ليفربول في مساعيه لتحقيق اللقب. فريق يورغن كلوب يأخذ قوته بنسبة 90% من قوة خط هجومه الناري المكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينيو، وبالتالي فتسجيل الأهداف يقع بشكل كبير على الثلاثي، وإن غاب أي منهم سيكون ليفربول في ورطة، بينما مانشستر سيتي يسجل الأهداف عن طريق أكثر من لاعب ومن أي مكان. كما يمتلك مان سيتي العمق الكبير في تشكيلته، ولا يتوافر ليفربول على بدلاء بنفس جودة صلاح وزملائه في خط الهجوم، ومع احتدام المنافسة وضغط المباريات وفترة الشتاء الصعبة سيكون العبء البدني أكبر على الثلاثي بسبب اللعب في أكثر من بطولة، وبالتالي قد يكون الريدز مهدد بفقدان النقاط وبالتالي فقدان اللقب. وللمزيد ينضم إلينا المحلل الرياضي متري حجار. صباح الخير. صباح الخيرات. طيب، يعني في الفترة الأخيرة والمباريات الأخيرة ليفربول يفوز في الدقائق الأخيرة، هل هو حظ ولا هل هو تكنيك يعني من المدرب؟ هلا أنت شغلة وقت بتصير مرة فهي حظ، بس وقت تصير عدة مرات فهي ليست مسألة حظ فقط. هلا الهدف بالدقائق الأخيرة هو توفيق، هذا لا خلاف عليه، في جزء من التوفيق، بس هو أيضا جزء من الشخصية القوية للفريق الذي يستمر في المحاولة يستمر في المحاولة يستمر في المحاولة. بالنهاية العملية هي عملية إحصاءات، أنت بقدر ما تخلق فرص على المرمى بالأخير بدك تسجل، هي هي يعني ليفربول يضغط طوال اللقاء يخلق فرص طوال اللقاء، فهي مو أول مرة بنشوفها بفريق. في كتير فرق بتسجل بالدقائق الأخيرة، كانت بفترات عز قوتها، كان الميلان هيك بأواسط العقد الماضي، ريال كان هيك مع زيدان، برشلونة كتير هيك شفناه مع غوارديولا. هذا هو انعكاس لحالة الضغط الكبير اللي بيخلق هذا الفريق على مرمى الخصم. هو صحيح إن الريدز أصبحوا بيجيدوا الانتصار في الدقائق الأخيرة، ولكن هل ده معناه أنه الأداء خلال المباراة كلها مقنع بالنسبة لك؟ لا، هو مقنع فعليا، ليفربول يحقق المطلوب. لا ننسى انه كرة القدم اصبحت مجهدة للغاية، انت عم تلعب عدد كتير كبير من المباريات، يصعب في وقتنا الحالي ان تقدم الاداء الخارق لفترات طويلة. الوحيد الذي استطاع أن يقوم بهذا الأمر هو برشلونة غوارديولا، لأنه كان عبارة عن تجمع للاعبين أفزاز لا يمكن تكراره بفترة قريبة قادمة. من الطبيعي أن يتفاوت أداء ليفربول. ما المهم بمنافسات الفرق الكبرى وإنجلترا تحديدا منافساتها كثيرة، يعني هي أكثر من غير دول أوروبية، يعني هم كأنهم قاعدين يقسموا الأداء بتاعهم أو العزيمة على عدة مباريات. 100% هنا بالنهاية أنت المطلوب أن تحقق بطولة الدوري بالنسبة لليفربول، هذا هو المطلوب. هلا بالأخير وقت يحققوا اللقب ما حدا رح يسأل الأداء مقنع ولا لا، هلا هن المتصدرين، ما خسروا ولا مباراة، تعادلوا مباراة واحدة، هذا هو المهم. وأنت بالنهاية كمان بدور أبطال أدوا أداء كتير ممتاز وفازوا على جينك 4-0 وأداء رائع وفازوا عليه 2-1، يعني أنت بكل، أنا برأيي ليفربول يقدم الأداء المطلوب للمرحلة المطلوبة، ولكن لا أكثر ولا أقل. البعض ينتقد أن خطة كلوب أنه هو بس الهجوم ومعتمد بس على
ساديو ماني ومحمد صلاح. لا لا هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق. لعبة برشلونة الموسم الماضي تؤكد عكس هذا الحديث تماما. الفريق بكامله يضغط، الفريق بكامله متقدم، الفريق بكامله يساهم. مين طلع أحسن لاعب ليفربول السنة الماضية؟ فان دايك. هذا دليل، هذا دليل واضح إنه المسألة مو مسألة بلعبة برشلونة. ثلاثة منهم غابوا، يعني خط الهجومي ما كان بنفس بالقوة اللي هلأ هو. وجودهم طبعا يساهم، وجودهم يساعد ليفربول ويمنحه أفضلية على الجميع. لكن لا، لا يمكن أن ننكر يعني هندرسون عم بيقدم أداء كبير، فابينيو يعتبر واحد من أفضل اللاعبين الارتكاز بالوقت الحالي، وكان في مبارح مقارنة أنه فابينيو هو أفضل لاعب ارتكاز. الفكرة بالموضوع تفضل. هو في، لا انا في ناس بتتكلم على موضوع التقدم وتصدر القائمة اليوم بالنسبة لليفربول، بتقول انه 6 نقاط فارق مش قليل، ولكن الموسم الماضي هو كان متقدم او كان في فارق 10 نقاط. صح، مع ذلك لم يحقق اللقب. نعم، يعني بالنهاية هذا بيدل انه اللقب لن يحسم حتى لو فاز ليفربول اليوم. ليش؟ لانه ليفربول السنة الماضية فقد تركيزه بمراحل معينة، خسر الأسبقية، وبالأخير بيب غوارديولا وفريقه فازوا باللقب. المباراة واحدة لن تحسم اللقب، لكن خصوصي نحن بمرحلة مبكرة من الموسم، ما وصلنا لنص الموسم لسه، بس قد ستساعد طبعا. يعني انت بتصير بدال 6 يصير 9 اكيد لمصلحتك، يعني ما في اي خلاف، بس ابدا لن تحسم اللقب من الان. طب شايف انه تشكيله ليفربول مكتمله اليوم؟ ليك لا لك شغله، ليفربول ويورجن كلوب اجمالا مسألة عنده ما أنا مشكله تشكيله، هو يرسخ نظام لعب، كل المتوافرين عنده بيخدموا هذا النظام. طبعا وجود اللعيب الافضل لك بيخدم النظام بطريقه افضل، بس انا برايي انه ليفربول مع كلوب لن يتاثر كثير بغياب لاعب او لاعبين. راح يضل يؤدي بنفس الروحيه، راح يضل يؤدي بنفس التقنيه. المساله واضحه، هي عباره عن ضغط عالي، محاوله استخلاص الكره من الخصم عندما يحاول الخصم ان يرتد عليك، وقتها بيكون الفريق الثاني بحاله الهجوم، فاذا استخلصت منه الكره هو ما بيكون مستعد يدافع. هي كل اللعبه، عشان هيك بنشوف الضغط العالي كثير. طيب بعد المقارنه بينهما في الفتره الاخيره، محمد صلاح امام رياض محرز، شو انت تتوقع في مباراه اليوم؟ هلا لكل لاعب ميزه. انا برايي الشخصي ان محمد صلاح يقدم هذا الموسم افضل بكثير من الموسم الماضي. شفته بكثير مباريات، جماعي اكثر، خطر اكثر، صار موظف اكثر من المجموعه. صلاح تعرض لمساله، صلاح باول موسم اجى فيه انفجر، تعرض كثير لضغوط. بالموسم الثاني ما عاد قدر يجاري التوقعات اللي كانت موجوده منه. هو وقت اول سنه تألق ما كان في توقعات كبيره منه، فما عاد صار العالم تتوقع منه كثير، لانه طبيعه عصرنا صايره هيك، مجرد واحد تألق بتوقع منه كثير شغلات. كلوب اللي عمله باختصار انه رجع دمجه بالمجموعه مع زملائه وجعله جزء من المجموعه. فانا الشيء اللي شايفه هذا الموسم انه كثير صاير لعبه جماعي، تمريراته لا تقل جمالا عن اهدافه، بيشغل لعيبه الخصم. قدر كلوب يستوعب المنافسه بين ماني وصلاح وحولها لمصلحه الفريق، لانه ماني وصلاح اثنين لاعبين افارقه كمان، وفي بيناتهم منافسه لاحسن لاعب بافريقيا بغض النظر على احسن لاعب. احنا هنشوفوا اكيد النتيجه اليوم. شكرا جزيلا لك المحلل الرياضي متري حجار على هذه المداخله. وحنبقى مشاهدينا في كره القدم، ولكن حنتكلم افريقيا الان. ننتقل الى بطوله امم افريقيا طبعا تحت 23 عاما، والتي اسدل الستار على منافسات الجوله الاولى لها. الجولة شهدت 4 مباريات، وفي لقاء الافتتاح نجح المنتخب المصري في الفوز على مالي بهدف نظيف، كما تعادل المنتخب الغاني أمام الكاميرون بهدف لهدف في مباراة الجولة الأولى، بينما فرض التعادل دون أهداف كلمته على مواجهة جنوب أفريقيا وزامبيا، وجاء هذا التعادل ليدعم صدارة منتخب الكوتيفوار الذي حقق الفوز على نيجيريا حاملة اللقب بهدف نظيف وحصد 3 نقاط. وبالتزامن مع منافسات الأمم الأفريقية للشباب، نسترجع الآن ذكريات أبرز مشاركات المنتخبات السمراء في الأولمبياد. وتاريخيا كان هناك تفوق واضح للمنتخب النيجيري صاحب الإنجازات الأكبر في تاريخ منافسات كرة القدم الأولمبية. حصلت مصر بالاشتراك مع سوريا وقت توحيد البلدين على المركز الرابع في منافسات نسخة 1964 والتي أقيمت في اليابان، وكانت مصر صاحبة أكبر فوز في هذه النسخة عندما تغلبت على كوريا الجنوبية 10 أهداف
دون رد. واعتبر المنتخب النيجيري صاحب البصمة الأفريقية الأولى في الأولمبياد، وهذا عندما تقلد الميدالية الذهبية في نسخة 1996 التي أقيمت في أتلانتا في الولايات المتحدة، حينما توج على حساب الأرجنتين في النهائي. المنتخب الكاميروني كرر إنجاز نيجيريا في نسخة 2000 التي أقيمت في أستراليا، وحصد الذهب عندما تغلب على إسبانيا بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي. وفي أولمبياد اليونان 2004 حقق المنتخب المالي المركز الخامس في البطولة، بعدما خرج على يد المنتخب الإيطالي في الدور ربع النهائي للمسابقة. ونجح ليونيل ميسي في الانتقام لمنتخب بلاده الأرجنتين بالفوز على نيجيريا في نهائي أولمبياد 2008 التي أقيمت في الصين، بهدف نظيف ليحصل النصور الخضر نيجيريا على الميدالية الفضية لهذه المسابقة. في العام 2016 توج المنتخب النيجيري بالميدالية البرونزية في كرة القدم رجال بأولمبياد ريو دي جانيرو، بتغلبه على نظيره الهندوراسي في مباراة تحديد المركز الثالث. وفي الآونة الأخيرة جذبت الكائنات الحية الدقيقة التي تتعايش مع البشر كثيرا من اهتمام البحث العلمي بسبب ارتباط عشرات الحالات المرضية بها، ومنها طبعا السمنة والقلق على سبيل المثال. يعني صحيح، يحتوي الجهاز الهضمي للإنسان على مجموعة كبيرة من البكتيريا والفطريات التي تعيش في كل زواياه، ولها طبعا تأثير كبير على عملية التمثيل الغذائي ووزن الجسم والجهاز المناعي والشهية والمزاج أيضا. وهذه الكائنات المتعايشة داخل أمعاء الإنسان أو ما يعرف بميكروبيوم الأمعاء، رغم من اكتشاف وجودها منذ عقود، إلا أنها جذبت الانتباه خلال السنوات الماضية نظرا لما كشفته الأبحاث عن علاقتها بالعديد من الأمراض. على الرغم من أننا لا نرى الكائنات الدقيقة المحيطة بنا، إلا أنها تؤدي دوراً حيوياً في كل مجالات حياتنا بصورة تجعلها تبدو وكأنها تدير العالم الذي نعيش فيه على كوكب الأرض، بل وتدير حياتنا نحن البشر. تعيش ملايين المليارات من هذه الكائنات في أمعائنا وتغطي الأغشية المبطنة لها، وتنشئ نظاماً بيئياً متناهي الصغر يطلق عليه الميكروبيوم. يوماً بعد آخر يثبت أن هذا النظام يؤدي دوراً بالغ الأهمية في الحفاظ على صحة الإنسان، إضافة إلى تأثيره على حالته المزاجية. يشير الأطباء إلى أن تواجد الميكروبيوم في جسم الإنسان يبدأ مع نموه داخل الرحم، وبعد الولادة هناك العديد من العوامل التي تؤثر على أنواع البكتيريا التي تعيش وتزدهر في الأمعاء، من بينها عوامل وراثية ونوع الولادة سواء طبيعية أو قيصرية، وكذلك نوع الرضاعة طبيعية أم صناعية. كما يختلف الميكروبيوم الخاص بكل شخص عن الشخص الآخر حتى لو كان يعيش في نفس المدينة، ويساعد هذا التباين في ميكروبات الأمعاء من شخص لآخر في تفسير اختلاف استجابات الناس لنفس الأطعمة على سبيل المثال. في حين أن الميكروبات المعوية تكتسب الكثير من الاهتمام، إلا أن الميكروبات الموجودة في أماكن أخرى مهمة أيضا. ففي دراسة حديثة وجد العلماء بجامعة كاليفورنيا أن البكتيريا الشائعة على الجلد قد تساعد في الوقاية من سرطان الجلد. ونذهب الآن إلى المغرب وقصة الإحسان إيوي الذي بدأ مشواره كمساعد لأبيه في ورشة لصناعة المعدات المائية من المطاط، لكنه سرعان ما تحول إلى فنان يحول النفايات إلى منحوتات ومجسمات أنيقة عبر إعادة تدويرها. فضلا طبعا عن الأشكال الفنية الرائعة التي يصنعها الإحسان، فإنه أيضا يخلص البيئة من المواد الصلبة التي قد تهدد نقاء الطبيعة. انا لقيت راسي في هذا المد تعجب حكم الوالد اللي كان تيحكم، كان تيخدم على هذا المد تاعي، ولكن باسلوب اخر، باسلوب لوحيره فيه اللي كيصنع به اواني اللي هي من المطاط اللي كتحافظ على الماء. وكانت هذه الحرفه هذه قائمه بالطور ديال اللي هو ايكولوجي قبل ما يعاون الناس بهذه المسائل تاع الايكولوجي. الحصل لحد الوالد ديالي علمني بزاف ديال لي تكنيك كيفاش نخدم بالبنو تقريبا من 8 سنين. فهذيك اللحظه لقيت راسي حدا بزاف ديال المواد ومنهم سميتو المطاط. من بعد قلت علاش لا ما نزاوجش ما بين ما هو حرفي وما هو فني، باش نقدر نخرج شي حاجه اللي هي جديده اللي هي غير مألوفه.
من هذيك اللحظة بديت نكري دي بروتوتيب بحال هكا في الديزاين شوية في لاغ شوية بديت كنقلب مي لقيت الراحة ديالي سميتو في الفن. الارتيست اللي كان تيتانسبيرا باش يعيش باش تيتانسبيرا وتيكري ضروري تيتانسبيرا من واحد المرجعيه اللي هي تكون ثقافيه، مرجعيه تكون فلسفيه فنيه. انا حاولت في المشوار ديالي انه نتعامل بذكاء، ندير شويه نفكر في سميتو في الهدف ديالي ونعرف شنو الميكانيزمات اللي يقدروا يوصلون للهدف ديالي بالضبط كفنان مغربي عالمي. كنت تبوع ديالي الدراسات الانجليزيه علاش الدراسات الانجليزيه باش نكون ارتيست مغربي قادر يتحاور مع العالم وقادر يوصل للفن المغربي، يعني ما كانش توصل بالفرنسي ولا بالعربيه. سميتو الانجليزيه هي الطريق الوحيد اللي قدرت توصل بها الفكره ديالك بطريقه اسهل. الحسن هو صراحة موهبة خارقة جدا، لأنه تتشوف الطريقة باش يختم بالاحترافية وبالإتقان وباش يوصل كذلك الثقافة المغربية العالمية، هادشي ماشي سهل. وأنا تنتنبه ليه بأنه غادي يكون عنده مستقبل كبير جدا وغادي يكون من كبار الفنانين في الصعيد العالمي. فضلا عن الجانب الفني، ثمة هدف إيكولوجي يسعى لحسن إيوي إلى تحقيقه، ألا وهو تخليص الطبيعة من المخلفات اليومية والمتلاشيات الصناعية الصلبة التي تلوث الطبيعة وتهدد صحة المواطن. عبد الحي البقالي، الحرة، مراكش. لما بتذكر الثرثرة والنميمة عادة ما بنفترض أنها مصاحبة لمجالس النساء وأن الرجال بعيدون تماما عنها، ولكن هناك الكثير من الدراسات التي تنفي هذا المعتقد. طبعا دراسات طبعاً. حقيقية تنفي هذا المعتقد. سنتناول هذا الموضوع غدا مشاهدينا، وسؤال التصويت على صفحة البرنامج على فيسبوك سيكون: هل تعتقد أن النساء يمارسن النميمة أكثر من الرجال؟ كانت إذن مشاهدينا هذه آخر فقراتنا، موعدنا معكم غدا صباحا وحلقة جديدة من اليوم، وما تنسوش ترسلونا بآرائكم على كل مواقع البرنامج. إلى اللقاء.